أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الكروشيه. اليوم نتعلم نعمل زنار مثل هذا بغرزة العمود بلفة. وطبعا أنا لأنه الخيط اللي بيستعمله ألوان مثل ما لكم شايفين، كل قسم فيه لون، لهيك بيطلع الشغل معنا بهالطريقة إنه كل مجموعة تاخد لون. الطريقة سهلة، البداية نعمل 5 غرز سنسال، 2 3 4 5. العواميد كلها رح نشتغلها هلا بلفة. نرجع لأول قطبة، بدنا نشتغل 3 عواميد بقلبها. هلا نحن هيك اول عمود هو عبارة عن السنسال والثاني عمود بلفة، بدنا نعمل 4. هلا صارت معنا 2، هي 3، هي العمود الرابع. نطلع بأربع سنسال، نقلب الشغل. هلا هون ممكن نشتغل بهي الفتحة، ممكن بين العمود الأول والثاني. رح نشتغل بين العمود الأول والثاني أسهل، 3 عواميد. نكمل شغل العواميد لحتى يصيروا 4 مع أول واحد اللي فيه سنسال. ندخلها بأول عمود، واحد 2 3 4. نقلب الشغل، نرجع من الشغل كمان، أربع عواميد. هذا العمود الثالث، 4. وبنرجع للعمود الأول اللي هو هون، بنشبك فيه، نرجع بنطلع بـ3. بنعيد نفس هالطريقة بكل الشغل، 3 4. هلا انا عم بشتغل الخيط لون واحد، بيطلع الشغل كمان حلو. مثل ما لكم شايفين ندخلها بأول ومنكمل بهالطريقة. بعد ما بتشتغلوا مسافة معينة بتحصلوا على هالنتيجة الحلوة مثل ما كنتم شايفين. هلا أنا بدي كمل الشغل هون نفس الطريقة، بس مشان تشوفوا الألوان كيف تطلع مناظر حلوة معنا وقت نشتغل. هلا أنا في قطبة بدنا نعمل 3، 1 2 3، بصيروا 4. هلا مثل ما لكم شايفين هون الخيط أدخن والسنارة أعرض، كمان بنعمل نفس الخطوات، نشتغل 3 عواميد بالإضافة للعمود تبع السناسل. اشتغلت 4 عواميد، ننتقل لأول عمود نشبك فيه،
وبنطلع بثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بالإضافة اللي كان موجود. لفة، نرجع بنشتغل العواميد. طبعا هي كمان ممكن تستفيدوا منها إذا بدكم تعملوا جزدان، تعملوها مسكة للجزدان. أربعة، تنتقلوا لهون. هدول أو فيكن مثلا تعملوها شريط للزينة. ثلاثة، وما بتاخد وقت كتير بالشغل، والنتيجة اللي بتحصلوا عليها كتير حلوة. من عيد لآخر مرة، هاي صار عنا عمودين، ثلاثة أربعة. بأول عمود بنشبكه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مثل ما انكم شايفين كتير حلوة وشغلة بسيط. اتمنى يعجبكم هذا الشرح. لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب. الى اللقاء.